السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين محمد عرائي في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. وما زال حديث السوشيال ميديا وحديث الساعة الخاص بزاهية داوود وحلمية داوود مستمر. للأسف الشديد آخر التطورات، طبعا زي ما احنا عرفنا موضوع الحبس اللي هو 4 أيام على ذمة التحقيق ده، وطبعا هيبقى فيه تحقيقات وهيبقى فيه كلام كبير أوي لأن الموضوع اتصعد زي ما انتم عارفين. وللأسف الشديد لو كان في كبير للعيلة أو حد كبير للمكان اللي هم فيه وقدر يحرجم الدنيا دي كلها ويسيطر على الطرفين كان هيبقى أحسن بكتير قوي لما يوصلوا للإقسام ويوصلوا للشرطة واللي يوصلوا للي هم وصلوا له دلوقتي. حاجة محزنة جدا جدا للأسف الشديد. طبعا عايز أقول لكم بجد وخلينا صرحة مع بعض، من أيام ما كنت أعرف قناة زاهية داوود قناة كانت جميلة جدا جدا ما فيهاش مشاكل زي ما احنا بنعرفها، وكنت بتابعها من زمان من ازيد من سنتين. قناة كانت جميلة وما فيهاش ادنى مشكلة، وكانت قناة الواحد بيحب يتفرج عليها ويشوف الجمال بتاع الفيديوهات، يعتبر عكس اليومين دولت. دخول الاخت حلمية معاها في الفيديوهات غير حاجات كتير قوي، بالعكس مشاهدتها زادت، وده اللي انا لاحظتها كتير قوي. جت في فترة لما كانت حلمية بتظهر مع زاهية في الفيديوهات، فيديوهاتها كانت بتزيد مشاهداتها وكانت عالية، ودي كلها ناس كتير قوي لاحظت الموضوع ده. لما زاهية شافت ان حاجة زي كده هتخطف منها الاضواء، لان بالفعل التعليقات ابتدت تنهال على زاهية وبيسألوا على حلمية لما تطلع معاها وكده، فرقت كتير. ولما اختفت حلمية من القناة عندها شوية ابتدت مشاهداتها تقع، ابتدت زاهية بتبعت ابنها يبقى الشريك يعتبر مع حلمية ويعملوا الاتنين قناة ويبتدوا يشتغلوا ويتقاسموا فيها، ودي كانت حاجة كويسة والمشاهدات بالفعل عدت كتير قوي. فيعني كان في شغل وكان في حاجات وكان في تعاون ما بينهم. وخلي بالكم الطرفين غلطانين بكل المقاييس، عشان أكون صريح معاكم. حلمية غلبانة وست كويسة بس غلطانة. وزاهية لو هي كانت غلبانة أو أيا كان اختلاف الآراء فيها برضه هي غلطانة، إنها تروح تمد إيديها على أختها غلطانة. واللي أكبر من ده كله واللي أنا أحمله المسؤولية من وجهة نظري أنا وأنا شايف إن هو ده اللي غلطان هي الأم. ليه الأم؟ ناس كتير قوي بتقول لك لا الأم مش غلطانة، لا أنا شايف إن الأم غلطانة وهي اللي تتحمل المسؤولية. عارفين ليه تتحمل المسؤولية؟ لأن أنا شفت طرف أو طرفين اتنين متشحنين قصاد بعضيهم، اخش واربط عليهم الاتنين كده واسيطر عليهم، ما خليش طرف فيهم يسيطر على طرف، او انه يحس انه ايه ده دي امي مثلا بتكرهني. لا ما وصلش الاحساس ده لاي واحده فيهم، ولا امي بتحب بنتها على حساب التانية، ما وصلش الاحساس ده ما بينهم. لازم اخش واسيطر على الاتنين، وانا شايف بحمل الام هي المسؤوليه ان هي كانت لازم تسيطر على الاثنين. كتير يقول لك لا الام مثلا ست غلبانه، لا ست مش عارف، بس انا شايف ان هي تتحمل المسؤوليه، هي اللي تسيطر على الاثنين، حتى لو كانت بتحب بنت على حساب بنت. ما هو الناس تقول لك لا ده ما تقولش كده، ما فيش ام بتحب بنت على حساب بنت، لا في. لما يوصل المشاكل للدرجه دي يبقى كانت في ام بتحب بنت على حساب بنت، كانت المفروض تسيطر عليهم. انت مثلا بتعملي ايه؟ انت بتسوي ايه؟ لا انت ما تكرهيش اختك عشان خاطر داعمين، وانت ما تعمليش كده في اختك عشان خاطر داعمين، وتبتدي تسيطر على الدنيا كلها. لكن ما تسيبهمش كده عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر الماده وعشان خاطر الدعم وعشان خاطر كل الحاجات دي، الاثنين يمسكوا ببعض ويعوروا بعض. دي مخربشه دي ودي مخربشه دي، حاجه محزنه والله يا جماعه. انا مش عايز اجي في صف حلميه على حساب زاهيه، ولا اجي في زاهيه على حساب حلميه. انا شايف ان الاثنين غلطانين. وان كانت انا شايف واحده غلبانة شقيانة تعبت كتير في حياتها زي حلمية وأنا بتعاطف معاها، بس في نفس الوقت كان لازم يبقى في سيطرة، كان لازم يبقى في كبير للعيلة يسيطر على الطرفين. ما نسيبهاش الدنيا كده عايمة والاتنين عاملين يدبوا ببعض والاتنين بيخسروا متابعينهم. وإن كانت إن حلمية الناس كتيرة متعاطفة معاها وناس كتير على السوشيال ميديا بتأيدها ومشتركينها بيزيد ومشاهداتها بتزيد وكل الحاجات دي، تعاطف معاها، بس ده مش صح. يعني أنا أقع او ان انا اعلى على حساب اختي مش صح. انا شايف ان بجد زاهية اخطأت كتير، زاهية اخطأت وفي غلطات ليها وفي سقطات طيرت منها متابعينها، وانا شايف حاجة زي كده، بس ما ينفعش، لازم يبقى في سيطرة. للأسف الشديد الواحد قاعد عمال يتفرج على الكومنتات ويتفرج على كل الفيديوهات اللي بتطلع، ادعية كتير على زاهية، ادعية كتير، ربنا ينتقم منها، ربنا يعمل ويسوي، ربنا ربنا. ليه يا جماعة؟ ليه بتوصلوا ان المتابعين يدعوا عليكم؟ يعني انا مش شايف
ما يدي عليكم دعوات شديدة جدا جدا والله خطيرة. وانا زي ما بقول لكم شايف ان ست حلميه دي ست غلبانه شقيانه، باين على وشها حتى الشقه والتعب. ماشي انا معاكم، وفي ناس كتيره بيأيدوها وناس كتيره بتأيدني في حاجه زي كده، بس لازم برضو نخلي بالنا من بعض. اخوات ما ينفعش تمسكوا ببعض وتعملوا كده ببعض. الله يخرب بيت ام الفلوس اللي عملت كده، فلوس جننت ناس بجد والله. والله للاسف الشديد السوشيال ميديا بجد كتير قوي بيتكلموا دلوقتي عن الفلوس اللي جننت الناس في كل حاجه. اهو الكل دلوقتي ماسكين في بعضيهم والدنيا خربانه والناس كلها على السوشيال ميديا بتتكلم عنهم والاتنين مرمين في اسم. ما يرضيش ربنا كده يا جماعه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا شايف من وجهه نظر انا ان لازم الام تسيطر على اولادها، لازم يكون في كبير للعيله عشان يلم الدنيا دي كلها. ما ينفعش انه يسيبهم الاتنين يدبوا ببعضيهم. ما ينفعش ان انا اسيب اتنين اخوات عشان خاطر دعم مادي او عشان خاطر اي حاجة تانية يفضلوا يعملوا كده مع بعض. لو اشتغلوا مع بعض القنواتين هيعلوا. لو دي قدمت محتوى ودي قدمت محتوى والاتنين اشتغلوا مع بعض الاتنين هيعلوا. لكن ان انا شايف ان دي بتدب في دي، طب ما التانية عندك اسمه ده زي هي مش هتشتغل، هتفضل حاطة اختها في دماغها. في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ في الحالة دي ايه اللي هيحصل؟ واحدة حاطة اختها في دماغها والتانية بتشتغل، واحدة هتعلى والتانية هتقع. وهيبقى يبصوا لبعضهم ماديا وهيبصوا لبعض في كل حاجة، وده مش صح. كان لازم الأم تسيطر على حاجة زي كده. أنا طبعًا من وجهة نظر أنا شايف إن لازم الاتنين يتوحدوا مع بعض، لازم الاتنين يقفوا مع بعض، ما ينفعش ينساكوا للي هم وصلوا له دلوقتي. يعني بالنسبة للتهديدات اللي الأخت نرمين خليتها أمر طبيعي، لأن طبعًا خالتك في ظروف زي كده هي عماله بتهدد، عمال زي ما بيقولوا بتلوش، مش عارفه تعمل اي حاجه، عايزه امك تلم الموضوع، فبتهددك انت باي كلام. بس ما اعتقدش انها هتفكر انها تفضحك او تطلع او تتكلم عليكي في اي كلام وحش. وانت يا ست ام مصطفى الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. لم عيالك شويه، حوطيهم شويه، خاف عليهم شويه، ما يرضيكيش اللي هم فيه دلوقتي. حاجه محزنه جدا جدا. والاخ حماده برضو طالع في لايف عمال شغال في شتيمه في شتيمه في شتيمة. ده مش صح، ده مش صح انك تطلع في لايف وتقعد تشتم وتعمل. حتى لو كان في حد بيعارضك في الكومنتات اللي جايه لك ما ينفعش تطلع وتشتم فيهم. حاول على قد ما تقدر تكسبوا تعاطف الناس. انتوا كده بتخسروا كل اللي حواليك، وده اكبر غلط. خساره الناس ده اكبر غلط. يعني انا مش عارف الواحد بجد. انا شايف ان في اخطاء كتير. الاخت رانيا لما طالعه وبتتكلم برضو سايبه الدنيا عايمه كده وشهدت حق ومشهدت حق، وتقالت لك انا ما شفتش اي حاجه. وحتى لو ما شفتش اي حاجه خش وصالح ما بين الاخوات، ما تسيبيش الاخوات كده متدمرين. هنقعد كلنا هنركز في حته ان انتوا تعملوا فيديوهات كلكم تطلعوا في لايفات وسايبين الدنيا عايمه، ده مش صح. ده موضوع كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيه، ويا رب الدنيا تهدى بقى بجد عشان السوشيال ميديا اتملت بما فيه الكفايه. وجيت في نهايه الموضوع ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.